نقدر نستفيد بخبرات زمايلنا اللي كانوا في الدورة اللي فاتت. استاذنك كده تقول الو. الو الو، مساء الخير. كابتن هناء طبعا، مساء النور. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا خالد. ده انتوا ظابطينها بقى. اهلا بيك كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن هناء، منورانا. وعضوة اتحاد الطايره. عضوة اتحاد الطايره وزميله عمر. وزميله عمر. بالنسبه لي احنا عمالين نشعر في والدتك يعني. زميل عمر يعني. كان الكابتن احمد مصطفى ولا بلاش بقى؟ كان احنا عضو مجلس اداره دلوقتي. كابتن هناء، قرار جريء من احمد دخوله في انتخابات النادي الاهلي؟ يعني انا شايفاه، لكن هو اللي جواه من طموح ورغبه ان شاء الله انه يقدم حاجه كويسه، فما بعتبرهوش جرأه يعني. لا هو جريء طبعا، دليل ان هو طيار ما شاء الله بقى له 10 سنين ببقى مسؤول عن ارواح يعني 600 و700 راكب، فاعتقد ان هو عنده من الجرأه كفايه ان هو يقدم حاجه كويسه ان شاء الله للاهلي. كابتن هناء، بما ان انت اعلاميه زميله وقديره، ايه رايك في تناول بعض وسائل الاعلام لانتخابات الاهلي هذه المره؟ والله يا كابتن خالد، انا بجد المره دي انا بشوف حاجات ما شفتهاش طول عمري. وسائل الاعلام المفروض الاعلام ده رساله وامانه وضمير. انا مش شايفه الحاجات دي في بعض القنوات، في قناه معينه فاتحه 24 ساعه عشان تنتقم من قايمه لصالح قايمه اخرى. انا الحاجات دي عمري ما شفتها، ومستغربه ازاي الاعلام يوصل للدرجه دي من التزييف الحقائق وتوجيه الراي العام بصوره غريبه. بس انا بقول يعني، انا بقول حاجه، هو يعني كل ما بيعملوا كده كل رد الفعل يبقى في العكس تماما، لانه الناس بقى عندها وعي شديد جدا. جمعيه عموميه في النادي الاهلي بقى عندها وعي شديد جدا جدا جدا، فكل ما زادت الحملات الاعلاميه الموجهه والمغرضه بتجيب نتيجه عكسيه. لكن انا يعني مستاءه جدا من الحملات الاعلاميه الموجهه والمغرضه، لان ده مش هدف الاعلام، ده مش نمو الاعلام ورقي الاعلام اللي احنا اتعلمناه من مدرسه الاعلام العظيمه من العظماء اللي احنا اتربينا على ايديهم في الاعلام. النصيحه اللي وجهتها هناء حمزه لابنها احمد مصطفى في الانتخابات. والله نصيحة ان طبعا بدعي له طبعا ربنا يوفقه. عنده قناعات شخصية كثيرة جدا بالمهندس محمود طاهر وبالقايمة. طبعا دي قناعاتي انا شخصية كمان، عشان بس نكون واضحين، مع احترامي للجميع، ولانه احنا في النهاية أسرة واحدة، بحترم القايمتين وبحترم كل حد مرشح نفسه لانتخابات النادي الاهلي، لانهم في النهاية كلهم اولاد النادي الاهلي. لكن ما يعكر الصف، وزي ما قلت لحضرتك، الحملات الموجهه والناس اللي هي بتحاول تصورها على انها معركه، هي في النهايه منافسه شريفه بين اعضاء النادي الاهلي. حضرتك شايفه الصوره دي يا كابتن هناء؟ افندم؟ حضرتك شايفه الصوره دي؟ لا للاسف انا مش شايفاها. طب هو في واحد حضرتك شايلاه في صاله النادي الاهلي؟ تمام. طبعا احمد متربي يعني بين جدران النادي الاهلي. يعني كان اقول بس حاجه بسيطه، احنا وانا كنت بلعب كنت بره عندي مباراه، ويعني كان احمد لسه في مرحله الرضاعه، فيعني كان بيعيط جامد جدا. الحكم وقف المباراه في وسط دهشه من الجماهير، طبعا بس الحكم يعني كان دي لفته طيبه من الحكام. فانا الحقيقه خرجت رضعت احمد ورجعت، واخد تايم اوت البدايه ورجعت تاني الملعب. انا عايز اقول ان احمد متربي بين جدران النادي الاهلي، كان لاعب مميز في الكاراتيه، ما كانش فيه نصيب قوي في الكوره، لعب كوره على فكره في الناشئين وبعدين انتقل لنادي الصيد. يعني حياته كلها في النادي الاهلي. فبرضه بعض الاقلام المغرضه بتقول لك يعني مين دوت وطيار، طب وليه ومش ليه؟ لا هم ناسيين ان هو من عائله رياضيه كلها قدمت عطاء كتير. وهو يا كابتن كونه كطيار ده شيء يعيبه؟ والله العظيم احنا شايفين حاجات غريبه بتتكتب على السوشيال ميديا بعض القنوات، لكن عزائي في القنوات انها قنوات مغرضه وقنوات موجهه، والناس كلها عارفه، كل الناس المحترمين عارفين الكلام ده. لكن انا فخوره طبعا باحمد، وفخوره بشخصيته لانه له شخصيته المستقله، كل الناس تعلم الكلام دوت، عارف يعني ايه طيار،
وعارف يعني ايه روح الجرأه والشخصيه المستقله بتبقى في الطيارين عامله ازاي يعني. فيعني انا اعتقد ان شاء الله طبعا اتمنى له كل التوفيق، وبتمنى كل القايمه توفيق ان شاء الله. هو ماسك ملف كبير جدا ان شاء الله يبقى اضافه للنادي الاهلي، ملف الشباب، لانه احنا شبابنا هم الماضي والحاضر والمستقبل ان شاء الله اللي بلدنا كلها معتمده عليه. اتمنى له التوفيق طبعا في ملف الشباب الكبير جدا. شكرا كابتن هناء حمزه.